أيها الحفل الكريم، مرة أخرى نتواصل وإياكم، وها هي انطلاقة الشوط 20 الذي ينطلق في هذه اللحظات في يومنا 6 من شهر فبراير لعام 2014، والتوقيت الأفضل والأميز لا زال مع ثروة. ثروة هي من حافظت وسجلت أفضل توقيت لحشر بن ظفر الهاجري، يستاهل أبو ظفر 4:32 و84.2 ثانية. تهانينا والناموس، وننطلق مع شوط القعدان، وننطلق مع أدهم على المركز الأول. أدهم على المركز الأول لسالم بن حمد بن قناص العامري في مقدمة الشوط، بينما المركز الثالث أو الثاني هياض على المركز الثاني لسالم بن ناصر بن حفيظ المري على المركز الثاني، وبينما ننتقل إلى شعار بن مطوع مهيض على المركز الثالث، محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي على المركز الثالث، وناخذ المركز الرابع من الجانب الآخر، وها هي الانتقالة. المركز الرابع شغموم، على المركز الثالث ينتقل لناصر بن محمد المريزيق المري في ثالث النداء، وفي المركز الرابع مهيض على المركز الرابع محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي، وفي المركز الخامس شوف يلي بتشوف مبلش على المركز الخامس، تعود ملكيته للسيد فاران بن محمد بن قريع المري، وانتظروا مفاجآت مبلش عند الكيلو متر الأخير. توقع يا أخواننا، لكن دعونا نعود إلى مقدمة الشوط مع أدهم ومع هياض، مع هياض ومع أدهم، مع شعار سالم بن حفيظ المري وشعار سيد سالم بن حمد بن قناص العامري، مع أهالي الشحانية ومع أهالي العين، بانطلاقة بتنافس مع الألف وبيتين. أدهم وهياض، هياض يهيض المشاعر، هياض يهيض مشاعر أهالي الشحانية بانطلاقة هياض. سالم بن حفيظ المري محافظا على الموقف بوصول يدهم الخطير على المركز الثاني، يدهم ولونه أدهم. يا سلام، شعار سالم بن حمد بن قناص العامري اللي فاز معنا اليوم في هذا الصباح في المركز الثاني، الكيلو متر الأخير يا بن مطوع. على المركز الثالث محمد بن مطر بن مطوع الاكتبي، بالمركز الثالث قاتم وهذا مهيض اللي بيخلي القعدان إذا راح، ولكن هياض بتنافس قوي. إذا كما تشاهدون انحصر الصراع ما بين الاسمين، ما بين هياض وما بين أدهم، واللحظات الأخيرة ركز، يبدو أن هناك هياض بدون أوامر أو أدهم بدون أوامر، يجب على الكل التركيز في هذه اللحظات. ركزوا يا مضمرين، سالم بن حفيظ وسالم بن حمد بن قناص، هياض وأدهم، معركة طاحنة ما بين الاثنين، تنافس مبارزة، الكل يشاهد عبر قناة الريان، الجماهير يتابع، الكل حاير مع الاثنين، والكل طاير مع الاثنين، والكل يبغى الاثنين، لكن ما باليد حيل. سالم بن حفيظ المري حرك واستدر التعليمات، لكن أدهم يصارع يقاتل. اللحظات الأخيرة، اللحظة الختامية، يا لحظة ما بعدك يا لحظة. هياض فاز، ويا سلام فاز هياض، وهيض مشاعرنا وفاز، الله نتمنى له التوفيق. سالم حفيظ لكن ما من أمان من أدهم واللحظات الأخيرة، عاد أدهم إلى الصراع، عاد أدهم ويطير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. مشاهدين الأعزاء، بينما المركز الثاني وصل هياض لسالم بن ناصر بن حفيظ، المركز الثالث وصل القنصل للسيد محمد بن محسن بن ديرة، وفي المركز الرابع وصل المتحد للاهوم بن سعد بن طالب المري، والمركز الخامس الى عضوها ماشيه لا تمطر.
المركز الثالث وصل البحر لحمد بن راشد حلفان، والمركز الرابع وصل القنصل لمحمد بن محسن بالديلة، والمركز الخامس المتحد لهوم بسعد بن طالب المري تهارينا والناموس. ولحظة الفوز لسالم بن حمد بن قناص وتوقيت ممتاز 4:36 76.2 تهارينا والناموس. المركز الثاني هياب سالم بن حفيظ المري 4:37 32.2 تهانينا والناموس لبن حفيظ. المركز الثالث وصل البحر بشعار السيد حمد بن راشد بن حلفان المري 4:43 26.2. أيها الإخوة المتابعون، تتواصل انطلاقات اليوم ونتواصل مع حضراتكم في هذا النقل الحي.